اسباب النجاح، يمكن كنت اتكلمت معاك قبل كده واتكلمنا صحيح. ان اركان النجاح في منظومه الكوره او لاي فريق كوره هم 4 اركان لا غنى عنهم. صحيح. تبتدي من مجلس اداره قوي بيوفر بيدعم ماديات، بنوصل لجماهير سانده ومدعمه، بتروح للعيبه رجاله ومقاتله، ورؤيه فنيه متمثله في الجهاز الفني. طبعا طبعا زي ما قلت طبعا يا كريم، هي منظومة أي نجاح في كرة القدم أو في الرياضة عموما 4 أطراف. الطرف الأقوى والأكبر هو الإدارة طبعا، بيأتي بعدها طبعا الدعم اللي بيجي من الجمهور والاستجابة الجماهيرية لو أنت نادي جماهيري كبير زي نادي الزمالك، وبيجي بقى الدور الأخير اللي هو الجهاز الفني واللعيبة اللي هم في الآخر هم اللي بينزلوا الملعب، هم اللي بيلعبوا 90 دقيقة، هم اللي بيجيبوا لنا المكسب. لو جينا بصينا رجعنا شوية للـ3 ماتشات الاخرانيين، احنا ما اديناش بشكل كويس، ما اشتغلناش بشكل كويس، ولكن لو جينا اتكلمنا علشان نتكلم عن الماضي وبعدين نبص بعد كده للمستقبل، فنيجي نقول الـ4 اطراف دول في الـ3 مباريات الاخيره يمكن دور الاداره كان معلوم ومحسوس لكل الناس. بصير مرتضى بيوفر كل سبل النجاح لاي مدير فني الحقيقه يجي يشتغل باريحيه تامه، ما فيش تدخل في عمل الجهاز الفني، عنده المشرف العام على الكرة بيأدي على أكمل وجه، وهو صوت الإدارة داخل الجهاز الفني. نعم أستاذ أمين مرتضى بيوفر طبعا الماديات والمكافآت، طبعا اللعيبة كلها عارفة وأنت عارف وكل النادي عارف، بس الفرقة تكسب والجنيه بيبقى 5 مع المستشار مرتضى. فإذا هو الإدارة، لو جينا اتكلمنا على الإدارة ومجلس الإدارة، هم شغالين دورهم يمكن من أول الموسم على أكمل وجه. من بداية الموسم جمهور، هنيجي نتكلم على الجمهور ودعم الجمهور لفرقة الزمالك على أحسن ما يكون من أول الموسم. يمكن آخر حاجة حصلت إن الجمهور يسافر من هنا، يسافر من القاهرة علشان يروح أسوان ويقطع 1000 كيلو علشان يروح يساند ويدعم فرقته. وإحنا عندنا جماهير كتيرة جدا في أسوان وفي كل المحافظات الحقيقة يعني. فدي كانت أول مرة تحصل إن الجمهور يطلع من القاهرة لأسوان ورا فرقته ويدعم فرقته، ولكن ما خدناش الناتج اللي احنا نستحقه كإدارة اشتغلت وكجمهور من الجهاز الفني واللعيبة. فلحد دلوقتي لسه ما خدناش منهم الناتج اللي هو يوازي المجهود الكبير اللي بيتعمل من الإدارة والمجهود الكبير جدا اللي بيتعمل من الجمهور. أتمنى إن شاء الله إن بداية اللعيبة والجهاز الفني يبقى بكرة. بكرة هتلعب مباراة كبيرة، مباراة مهمة، بطولة أنت المحتفظ بلقبها لـ6 سنين أو 5 سنين الأخرانيين، أنت اللي بطل كأس مصر. بطولة تعتبر ببطولتين يعني، توصل إن شاء الله بكرة لفاينل كأس مصر تبقى ضمنت إن شاء الله تاخد البطولة بإذن الله، وتلعب على سوبر كمان يبقى بطولة ببطولتين.